معركة اليرموك وقعت عام 15-636 بين المسلمين والروم الإمبراطورية البيزنطية، ويعتبرها بعض المؤرخين من أهم المعارك في تاريخ العالم، لأنها كانت بداية أول موجة انتصارات للمسلمين خارج جزيرة العرب، وأذنت لتقدم الإسلام السريع في بلاد الشام. المعركة حدثت بعد وفاة الرسول محمد بأربع سنوات. قررت الجيوش الإسلامية الانسحاب من الجابية بالقرب من دمشق إلى اليرموك بعد تقدم جيش الروم نحوهم. تولى خالد بن الوليد القيادة العامة للجيش بعد أن تنازل أبو عبيدة بن الجراح. كانت قوات جيش المسلمين تعد 36,000 مقاتل، في حين كانت جيوش الروم تبلغ 240,000 مقاتل. يمكن النظر إلى معركة اليرموك كمثال في التاريخ العسكري، عندما تستطيع قوة عسكرية صغيرة تحت قيادة حكيمة التغلب على قوة عسكرية تفوقها عدداً. لقد سمح قادة الجيش الإمبراطوري لعدوهم باختيار أرض المعركة التي يريدها، وحتى ذلك الحين لم يكن لديهم ضعف تكتيكي كبير. لقد عرف خالد بن الوليد منذ البداية بأنه أمام قوة كبيرة جداً، وحتى اليوم الأخير من المعركة أدار خطة دفاعية فعالة ملائمة لمصادره المحدودة نسبياً.